تحول الكتابة على هذا السؤال الذي هو هل ساهم الإعلام الإلكتروني بجودة الخدمات الإعلامية؟ وما هي أشكال التجاوزات الأخلاقية في وسائل الإعلام؟ وكيفية التصدي لها؟ إذا أولاً لكي نتحدث عن الصحافة الإلكترونية لابد أولاً من الحديث عن هيكلة، كيف تمت هيكلة هذه الصحافة؟ كيف نشأت في المغرب؟ ما هي طرق اشتغالها؟ ما هي الوسائل المتاحة لها كي تشتغل؟ إذا فسنجد بأن يعني الجواب على هذه الإشكاليات هو الذي سيقودنا إلى معرفة لماذا مثلا سقطت هذه الصحافة في أخلاقيات المهنة، بالرغم من أن حتى الصحافة المكتوبة أو الصحافة السمعية البصرية غالبا ما تسقط أيضا في بعض الأخطاء المهنية أو بعض الأخطاء التي ينظمها القانون، والتي مثلا بحال مثلا الخطأ اللي كان مثلا بالنسبة للنداء والنفاسة هو أولا الحديث عن بعض المحاكمات أو الحديث عن بعض ما يسمى بين قوسين بالمجرمين وهم لم يحاكموا بعد، يعني كان هناك مجموعة من الأخطاء والتجاوزات التي مثلا يقوم بها الصحفي ولكن مش عن قصد ولا يقوم بها عن قصد، ولكن نظرا كما قلت لمثلا طرق الاشتغال فنجد بأن الصحافة تشتغل فهي مطالبة بالإسراع، مطالبة بربح الوقت، مطالبة ببث الخبر في وقته وفي أجله، لأن هناك منافسة وهناك ما يسمى بالإشهار ويريد الحصول على تمويلات. أنا أعرف بأن المشكل الكبير بالنسبة للمؤسسات الإعلامية هو التمويل، من يمول هذه الجرائد وهذه الصحف وهذه القنوات الإذاعية والتلفزة؟ فمثلا أتذكر بأنه عندما فأنا ساهمت في تأسيس هيئة الحرية للاتصال السمعي البصري، فعندما كنا نناقش عدد القنوات الإذاعية والتلفزة التي يمكن مثلا الترخيص لها بعمل، كان الكل يطرح سؤال كيف يمكن، هل ستستمر هذه القنوات؟ وما هي الوسائل التي يجب إتاحتها لتستمر؟ هل الإشهار، هل الساحة الإشهارية في المغرب ستمكن مثلا هذه الوسائل الإعلامية من تمويلها؟ لأننا نعرف بأن الساحة الإشهارية في المغرب ضيقة جدا، ونعرف بأن أغلب المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية في المغرب في إشهار قليل جدا ولا تستمر في الإشهار، وإن كان في السنوات الأخيرة هناك مثلا نوع من الانفتاح على وسائل الإعلام على اعتبار أنها طبعا تساعد على الاستثمار وتساعد على خلق تمويلات مهمة وأساسية. لذلك فالمجال ثم سننتقل إلى ما هو المجال الذي تشتغل فيه هذه الوسائل الإلكترونية. هل هناك حرية إعلامية كبيرة؟ هذه الحرية كيف هي؟ ما هي الوسائل المتاحة لممارسة حرية الصحافة؟ وما هي حرية الصحافة؟ كيف يفهمها الصحافي؟ فلازلت أتذكر أنه في بداية التسعينات كان هناك نقاش كبير حول مبدأ الحرية والمسؤولية، هل يجب الحرية والمسؤولية؟ حتى المسؤولية، أية مسؤولية؟ ما هي المسؤولية التي يجب أن نضع على عاتق الصحفي؟ مثلا عندما يناقش أي موضوع سواء كان سياسي أو اقتصادي، أو عندما مثلا يتعرض لمجموعة من الأشخاص سواء على المستوى الحكومي أو على المستوى الاقتصادي والاجتماعي إلى آخره، يعني ما هي حدوده؟ ما هي الخطوط الحمراء التي يجب أن يضعها عند ممارسته لهذه المهنة؟ يعني هذه كلها أسئلة يجب طرحها، ولازلت أتذكر فإذا كان الأستاذ قد تحدث عن القوانين وعن قصور القوانين، فإنني أقول بأن صحيح كان هناك ثغرات في القوانين، ولكن هناك مشكل أكبر وهو أن أغلب الصحفيين ليس لهم إلمام كبير بهذه القوانين، فهم لا يعرفونها معرفة جيدة ولا يعرفون كيف الاشتغال بها، فالصحفي لا يعرف مثلا حقه إلا عندما يقع في مشكل وعندما يدخل للمحكمة. لذلك فأنا أقول بأن التجربة التي خاضتها وسأعود إلى هي الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري هي أنها كانت
ما يسمى بتبسيط القوانين ووضع أدوات بيداغوجية لشرح هذه القوانين والقنوات، وكيل أن هنالك لأن هناك مجموعة من هناك الجزاءات المادية التي يطرحها القانون، ولكي لا تقع هذه القنوات في هذه الجزاءات ويقع المشكل، فقد عملت الهيئة على وضع آليات بيداغوجية لشرح هذه القوانين للعاملين، سواء منهم صحفيين، سواء منهم الناشطين، سواء منهم المدراء، لكيفية استيعاب هذه القوانين ووضع آليات داخل كل مؤسسة إعلامية من أجل تطبيق هذه القوانين والالتزام بها. وسترون بأنه غالبا يعني الذي ينصت للإذاعة خصوصا للإذاعة الخاصة بأنه غالبا تجد بأن الصحفي يحرص كل الحرص على عدم ذكر مثلا المستشيرين، على عدم ذكر بعض الأسماء إلى آخره، يعني واحد مجموعة ديال ماشي طابوهات ولكن تماما هي ضوابط يجب الالتزام بها في 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 العمل. وهناك كنظن اول اذاعه يعني تعرضت للجزاءات هي نت راديو، هي الاولى التي كانت تعرضت، ولم ونظرا لذلك الجزاء فهي يعني اضطرت لكي تضع قواعد وضوابط لمنشطيها. لذلك فانا